هلا ابو حمد. هلا هلا ابو عبد الله. شو هالطاوله هذه؟ هذا طول العمر الحين انا وين؟ هنغاريا بالمجر. عجيب. خطوتين بس. ايوه. الحين انا بسلوفاكيا. عجيب. تبي تصير رحال؟ اي. بتزور ثلاث دول؟ هلا هلا. الحين انا زرت ثلاث دول، الحين بالنمسا. بالنمسا؟ اي نعم. وين زلامس يا ولد؟ هذا وراه. عجيب. نقطة حدودية. نقطة حدودية بين ثلاث دول اوروبية. وين الشبوك يا محمد؟ سلوفاكيا والنمسا. وين الشبوك هنا ابو عبد الله؟ ابو عبد الله هلا والله. تكفى طالبك تعال للنمسا. والله والله العظيم اذا بغيت اتصل عليك الشبكه بغير انت. والله يصرف. لا والله تعال النمسا هنا. بودابست بودابست وبس. هي كفو. لا انا بفينا اجل راحتك. واللي بيزور الثلاث دول هذه ينزل على فينا في طيران دايركت ومباشر من طيران ناس من السعوديه الى فينا. وانا صراحه اشوفه جدا مناسب عشاق المدن وعشاق التسوق والكافيهات والمطاعم. انا اشوف تنزل بفيينا وعلى هنغاريا اللي هي المجر ثم على سلوفاكيا ثم العوده. رحله اسبوع تكفيك او 9 ايام بالكثير تصير ماكسيمم. وطيران مباشر وفي خصم برضه للاهل والاصدقاء اذا كانوا 4 الى 9 اشخاص عندهم خصم 15%، والطلاب برضه عندهم خصم 10% وكبار السن. اهم شيء انه دايركت يا ابو حمد.